كنت أبكي ندما على ما فاتني من حب الله ورسوله كنت بي مالك أسجمر لعلفين لاملتين يا نبي صلى الله عليه وسلم يا الله فكر سبحان الله نبي صلى الله عليه وسلم زر علونا مهلا يا خالد توبك أنت خالد فوالذي نفس محمد بيده لقد تابت توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم الصاكون يتوبتش يتملسش ومملس لأن هزب بالناه كفافلو لببكاتش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروط التوبة يتوب عدمه مسفر تال الله ونجلهن يسرعون مطفو ونجل وده خير يكير اللي زند يتتعون بيرا وانده تتعرقوا دي سفل ما لتكون يتكبابان اندي يادرق اللي زند شرط اللو على العلموك سوست شرط اللو كالله قايت يازو سوست عندنياو عراتنياو شرط كسول جوش قايت يازو ونجل كاله عراتنيا شرط اللو مسفرت متام اللو يما جمراو شرط الأول الإقلاء عن الذنب كم تسرى ونجل مراك يتكبابان يما جمراء وشرط من دنو كم تسرى ونجل مراك خمر تتطعي هونال يام ماكو بريبات نقد تبلاي هونال يام ماكو منقر لي حرام سيتاي هونال يام ماكو إقلاء فلك قبل موت أثمالت كذا ملو لملو مليت تقبل كم تسرى ونجل ملو لملو مراك يه يمجمر يو مسفرتنا ثانيها هلتن يو العزم على عدم العودة لعلم ملس عزم مادرك قرات الثاني ودمت التات خمرات ملس صلاة صبحية تنيا طوات عند ساعة لك مسجد ماكو لعلم ملس موسن عزم عزم ميلو كبار قولوا لعزم ميبان ترزان يكبار سميت بالبيتوش مالتك عزم قرد لا لم ملس مرزا ونجل لا لم ملس قرات الثاني قلت سنو يمرا مسفرت ولتن يو سوستن يو قن يتمرت موانا ورسيه مسلن يو عبزان يو تشاتشن يل تردانو يتوبت سوستن يو شرط يي شرط من دنو الندم عبزان يو تشاتشن يو تانبت مسفرت ندم يان ونجل استوسه الكس مالت يا ربي اغفر لي مسست يا ونجل تزي سي لي تطاحو بيرا استغفر الله العظيم ندم بيراو متطات ماقوم لا لا متطات موسم بتش عدله مسست يي مسفرت نوال علماء من يلالو الصادق في توبته تككلنيا توباج ندم يا موال لا مالت لا يزال ذنبه نصب عيني ونجلو عينو لا ما يطفان خائفا منه مشتقا كذا ونجل هولي اندفر عند تزسطة باكيا اندالك كذا تزسي لو ونجلو استغفر الله يا رب يي كانونا وندموشي التمو اللام توبتاتش اندى قنا كوش بلن تجديد ما درقال لبن بيت كوش بلن استغفر الله يا رب ياني تتاوت متد ياني ناتيني امسكوات ياني شخيني سدبكوت استغفر الله العظيم كوش بلن ونجلو ناس توسه مسست يتوبة شرطة يكا قدل شرط قلوان أتمر سفيان الثوري تلقو إمام مني لالو جلست يوما أعد ذنوبي عندي بيتي كتشال كنا ونجل ما كتر جمركو ندمي يا ركو فقلت لنفسي لنفسي بيالكو تلقى الله يا سفيان يسألك عن ذنب ذنب أنت سفيان إهن ونجل الله إذا الله فيت لتكربنو سليان دان ونجل لتأيكه كونو الله ستقيف أمامه يسألك عن واحد واحد سليان دان الله تأيكه إنه موجة إلا والله ثم قال سفيان الثوري من لك زابه لا هذا ما تذكرته يا سفيان فكيف بما أحصاه الله ونسيته أنت سفيان إيه أنت أستاوسكو بأنت يما أستاوس كيلو تأستاوسكو أنت رستهو الله يسأفو ونجلي هسا بزو مان أو بزو ونجلي كوالنا زت أنا سماني عند اللي يسرانا ونجل تزيلنا رستنا من رسال بهيدت
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وندع الموازين القسط فتهوي ونميزانك أمدال هلوم بتكر الداني بتال كذا وهلا سفيان الثوري من إلالو فجلست أتذكر عمري سنة سنة قجبي إدمين ياندان دوان أمت ماستن تنجمر كلام يا الله أين توبة مالت ندم مالت ياندان دوان سماني أندلي اندي سرو استغفر الله يا رب ጸጸት እየተግባባን ወንድሞች ይሄ ቀደም ያልኳችሁ መስፈርት በዋዛ ላይ ሆን ይችላል እዚው ቦታ ላይ ሆነ መተውበት ይችላል ያ ሰው 70 ሺህ ማለር እንደተውበተው አንተ እዚው ማሉን አስተግፍሩላህ ያ رب نستطيع ብዙ حرامዎች አሉ والله እኔ መዚህ ልናገር እንጂ اللهم ያቀው ብዙ ወንጀል አለብን والله ከዛ ሱፊያን الثوري ምን ይላሉ فلما انتهيت قمت خفيفا نلال بك استغفار ارغي ياندوندون امتين استاوشي كتوبتك بوالا سنسا قللني يالو تكشاي يهونا هي وزرنا ووضعنا عنك وزرك شكمنا وانجل اندي اسرو ميزان لققنيال صلات لي نشاط اتاغنيال هي كوانجل سسدا قران يطفطحل عليان بي نو ميله ازانيچاچنا قران لما زنبيال عند صوم بمقرات ترارا موطات يونبن نو بكن استار يون اسرو يا ذا وانجلال لذا نو فضيل بن عياد ميبالو تعلق علي من يلالو انت يلالو كان مصوم ليلت قيام الليل مقوم كالشلك وانجل اسرو نو يلالو دفتون هو بكذاو تچن هو متادرو اچلو سلازي ندم يجد نو لذا نو النبي صلى الله عليه وسلم يلالو كما رواه احمد وغيره امام احمد النا ليلوش بزغبو تزغب علي ان ندم توبه يلالو مسست يتوبه شرط راسه مسست مملس نو يلال ندم قچ بلا استغفر الله عند راسيت من تلالش مسلاچو بزو غزي وانجل استنورا الله ببشتا ذاتنا ملسو شفا ستات عدانات الله سبحانه وتعالى ستدنگن ود الله مملس اندالبات وسنچ كذا من تلالش تاريخوان ستناگر كنت ابكي ندما على ما فاتني من حب الله ورسوله ቁጭ ብዬ ማልቀስ ጀመርኩ ላለፈኝ ላመለጠኝ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የአላህ ፍቅር ሱብሃንአላህ ወአላ ቲልከ አልአያም ኢላቲ ቀደይቱሃ በዒደተን አንላሂ ዐዘ ወጀል ከአላህ ዘንድ ርቄ ያሳለፍኳቸውን ቀኖች ያስታውስ በጣም ማልቀስ ጀመርኩ ትላለች ከተውባቾች ምል ኪታብ ላይ ያነሳው ኢንሻአላህ ስለዚህ ነደም ሸርጥ ነው መሰሰት الله سبحانه وتعالى انديمرن مسست هي ندم من شروط التوبه وندموچ يتغبابان ان شاء الله ندمن ميقارنوا قالوا علماء سيناغرو مسستن عند ميقارن نغير قال كلاتشن يلاستوال يا مندنو سويو متت يتطا نبر ك10 عامت وفيت متتون توبتو تقمطو يال سويو متت سوي سيتطو سيايو السويه متطات فيلينغو سميتو كتقسقسه التوبته حلاوه ذاك الذنب اذا وانجد طفطنا وسطو كمتا توبتي قروال معناته تكبب بالنا هي دريويش تقاقفو سيهدو انت درو يزاري 20 عام تقفاس تدي نبرچو سيت طفطنا وتذكاله وانجلوونو التماركم معناته ندم يان ستايم تلال الحمد لله እንደዚህ የተልከሰከስኩ ሰከረተ ለሞት መጥቶብ ቢሆንስ እንዲህ ቢቢራ ጠርሙስ እንዳቀፍኩ አላህ ይዞ ቢሆን ይትልገባ ነበር الحمدلله الذي نجانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا كنزي الناسን ከፈተነበት እኛን ሰላም ያደረገን ጌታ የተመሰገነ ይሁን ማለት አለብን ነደም መሰጸት ማለት ይሄ ነው አንዱ ሰለፍ ምን ይላል መሰላችሁ ከሰለፎች ከሰሃባዎች ውስጥ ምን ይላል አንዴ ወንዝ ዳርቻ ላይ እንቅልፉ መጣውና ተጋድሞ እየተኛ ምን አለ ማን اسمي عندك يا علام الغيوب ስሜ ከአንተ ዘንድ ማን ነው የሚባል አንተ ሩቅ አዋቂ ጌታ ይሁንክ ከአላህ ዘንድ ስማች ማን ነውኛ እኔ ነውን አላህ Subhanahu Ta'ala ከላይ ወደታች ሲያይ ማን ነው የሚለኝ አብዱን صالح تقي بار ملكامو دغو نو ميلني ويس فاجر عاصي منافق ما نو ميلني الله ني سماچون تيقو من اسمي عندك يا علام الغيوب
ስሜ አንተ ዘንድ ማን ነው? ማን ነው? والله ሁላችን እንጠይቅ ይገባል። ማን ነው ስሜ ነው አላህ ዘንድ? وما انت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب ወንጀሌንስ ምን ታደርገኝ ይሆን? አንተ ወንጀሎችን ማህሪውን ከውጌታ ያያችሁ ምን ታደርገኝ ይሆን? ይሄ ነው የሰለፎች ባህሪ። ይሄ የሆነሽ ነገር መለባበስ ብቻ ጀለብ ይያደለም ሐላቸው ይህ ነው። ምን ትሰራኝ ይሆን ጌታዬ? ምንድነው መውጫዬ? ነገር ጌታዬ ይህ ندم ይባላል ኢንሻአላህ። ለዛ ነው ገጣሚው ምን ይላል? إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظام. ጌታዬ አለ إلهي አንተ ጌታዬ لست للفردوس أهلا የፍርደውስ ነኝ እንዳልል አይደለም ለዛ ስራዬ ሳይው የማሸሸ የተወለከለከ ነው። ولا أقوى على نار الجحيم جهنم اللي بتني ده ما يهونلنيم جيتاي فهب لي توبة مهرت انستني واغفر ذنوبي وانجل مارين فإنك غافر الذنب العظام انت كو وانجل وچن تلالك ماريون جيتانا مارين جيتاي ندم مالتي هنا علماء منالو أدنى الندم تنشوا مزسات متبالو تنشوا مزسات متبالو مالكس ወንጀልን ትዝ ሲል ቤት ቁጭ ብለ እስኪ والله ንሞክር። ይሄ ነደም የሚባል የራሱ የሆነ ጥፍጥና አለው። والله የራሱ የሆነ ጥፍጥና አለው። አላህን ብቻ አንድ ቤት ተዘጋና አስተግፍሩከ ያ ረብ ጌታዬ ማረኝ እባክህ የራሱ የሆነ ጥፍጥና አለው ያለቀስ ያ ከሪም ፍር والله የራሱ የሆነ ሐላ ان አድነ ነደም ልታለቅስ ነው። ይሄን ካልቻልክስ አሉ ውስጥ ዓለም ሊሰማ ነው ቁጭት አስተግፍሩላህ ይተግባባን አለያ ደሞ በምን ይገለጻላል? ወንጀል ክናስታውሰ አላህ ያ ወንጀል እንዲመረ ሰደቃ መስጠት 10 ብር ታወጣና የሰራትን የሆነች ዘንብ አስተውሰ اللهم اغفر لي بلا مستت ግልጽ ነው ኢንሻአላህ። አንድ ነማዚጅ ሰጣችኋል። ሰለፎች እንዴት ይጸጸቱ ሰሃቦች እንደነበር አንድ ታሪክ ልንገራችሁ በጣም ይገርማል። حديث امام مسلم يزغبط حديثنا ايشي بصصتها በጣም متتታወቀው صحابه ናት። اسمها ما يبالال غامديه تبالالج غامديه مسلم يقراچ سوش تاريخوان تاقوات يهن ايشي سيد صحابي ናት የነቢ صلى الله عليه وسلم ባልደረባ ናት። صحابي ያግብታ ነው የምትኖረው ከነቢዩ እጅ ላይ ነው የሰለመችው እስልምና ነው የተቀበለችው። ايشي صحابي ዚና ላይ ተወድቃለች። ሱብሃንአላህ ሰሃቢያት ግን ዚና ላይ ወደቀች። ምነው እነሱ ምንደኛ ሰዎች ናቸው? የሚለዩት እነሱ ወንጀል ሲሰሩ ቶሎ ይመለሳሉ እኛ ዛው ላይ ነን ዘውትረው። هذا الفرق እነሱ ቶሎ ነው የሚመለሱት። ዚና ላይ ወደቀችና ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣችና اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طهرني اصدان يا الله ملكتኛ አለቻቸው። በምን እንደሚያጸዷት ታውቃላችሁ? በምን እንደሚያጸዷት ቀጥቀጣ አስገድለይ ማለት ነው። ዚና አግብቶ ዚና የሰራ ሰው ሐዱ ቅጣቱ ምንድነው? ተከትቅጦ በድንጋይ መገደል ነው። አፈር ይቆፈርለታል ስለገቡ በድንጋይ ተመትቶ ይሞታል። አላህ ይምረዋል እንዳለው እንጀን ጠህርኒ አጽዳኛለች። ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛኝ አይደሉ? ሰለዋት ረቢ ወተስሊማቱ አለይህ ምን አሉ? فقال ويحك ارجعي واستغفر الله تملش ود الله توبچ አሏት። እሷ ምን እንዳልሽ ታቃላችሁ? መተውበትኩ ይበቃት ነው ቤቷ ገብታ አስተግፍር الله ብትል ባሏ ሳያቅ ነብዩ ሳያቅ ህዝቡ ሳያቅ ትችል ነበር። አላህ ይምራታል ኢንሻአላህ። ያሁን ሶስቱ መስፈርት ካሟላት ይሄ ይበቃኝ ማለች እሷ ይመሰሰቷ። فقالت يا رسول الله انت يا الله ملكተኛ ወይ اراك تردني كما ردت معز بن مالك معز بن مالك እንደመለስከው ልትመልሰኝ ትፈልጋለህ ወይ? አልቀጣሽም ብለ አልቀጣሽም ብለ ልትመልሰይ ነው? والله اني لحبلا من الزنا فطهرني يا نبي الله اني كزين ارግጃለሁ አጽዳይ ነው ምለ። ከዛ ነብዩም ተገረሙና صلى الله عليه وسلم አሉ አንቲ እኮ አንቺ ከዚህ ናርግዘሻል? قالت نعم او ارግጃለሁ አጽዳይ። سبحان الله ነብዩ صلى الله عليه وسلم አሉት ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ተመለሺ ልጁን ያረገሽው ወስተወልጁ ነይ አላት።
سبحان الله راسوان لنبيو قالتك زينا اندس الراج بالوا عوكا على ايش بليلاتنو عقير عوكا بات مسلم وعبر سبع عوكا بات ولكن التطهير اولى سواقن يفلقك عقير يفلق ايبا اني متطهر مسدات لهم يفلق عليك كسابو حلا زت انيورولو ايالك اسج ايان الدمشق ويجنا وزت انيورولو لجوانو اللي زومتاك سبحان الله وقالت كنبي صلى الله عليه وسلم فيتكم اجنا هو ذا قد وضعت فطهرني يا رسول الله ايه هو لجو علو انت الله ملك تنياوي اطراني اصداني باك سمنتو ريتك اسج نبي صلى الله عليه وسلم من الوقت بي تملشي تملشي رجعي وارضعي حتى تفطنه تملشي طوت سيتل مجب مبلا سجمر يزشون الوقت لا اله الا الله عند سو مجب مبلا سان مياكم بس انت لو تاقالاتش على الاقل ولت عمت يفلق عليه يزن طوت تو مجب لما جمع علموش من الالو ولت عمت اصالفتش بيت قچ بلا يالكسچ يتتصصتچ تگوابا ሁለት አመት ከቆየች በኋላ ሄኒጻው መጣች ሄኒጻ ልጅ መብላት መጀመሩ ልታሳይ ዳቦ እጁ ላይ ቁራሽ አሳዘዋለች ይላል ዳቦ ቁራሽ አሳዘችና ይዛው መጣችና هو ذا يا نبي الله قد فطمت واكل الطعام فطهرني يا رسول الله سبحان الله يا نبي الله ይሄው ጡት አቆማል መብላት ጀምሯል አስደኝ سبحان سو انديت سوست عمت يا الله نبي صلى الله عليه وسلم اندي ستلاچو مملالسون ساي حصان ليش تقبلونا لاند انصار ستوت كانصار غساوچ است كذا من السوا غدغار تقفرلات زي بتاش جباچ مسلمو يقتقتا يغلاس جمر بدنگا يورووم لك كمتات است اندو ما نبر خالد بن وليد نبر بدنگا سيمتات دموا تفناطر اسو غان رچو فسبها وشتمها يسدبات يزلفات جبا نبي صلى الله عليه وسلم زر علونا مهلا يا خالد توبك انت خالد فوالذي نفس محمد بيده لقد تابت توبه لو قسمت على امه لوسعتهم الصاقون يتوبتچ يتملسچو مملس لاند حزب بناكفافلو ببقاچو تگبا كل سوست عامت تصصت عامت تكون راسو عندي اغالطا مسوات يهونچ كذا النبي صلى الله عليه وسلم سجدوبات نا اذا وندموچ توبه ندم شرط مسست قچ بلا يا رب اغفر لي هين يا رجن اندهون يانن فضل ناغنيالي سويو 40 عام سايمولاو صلات سايسجد 40 عام كمولاو يتوبتن شرط كامولا الله 40 عامتون مولو اند سجد يصفلتا ين فضل لما غيت متتصصت يا ربي استغفر الله 40 عام يال سجدكوت 3 عام 4 عام يال لفي صلات استغفر الله قچ بلا مسست الله سبحانه وتعالى يانن ود خير صفوا الله عليه مسفرتو 3 شرطوچ يهنو يلالو يه انغدي باند باريان باريانا با الله سبحانه وتعالى مكاكل يالك هونن اشي كبني ادم غات تسسر كالو سونجلو تكبابا لمثالي سو عمت اللي هون يشلال يك الله بستجربا كسو شجوش غام يا زالي هونج عليام يسو نبرت سرقن قمت اللي هون يشلال يك مان غي يايزال كسو ش نبرت غانو ميايازو يي دمو ليلى اراتنيا شرط اسفلكو على العلماء انبل لمثالي عند ليبا سو يسو بر سيسرق يكرمسو سيسرق يكرمسو قدم يالناچو 3 مسفر تامو الله كمسرق وانجل اقوم على سرقن بلا وسن ولتنيا لا يملس عزم الا يعود لا يملس قرط وساني وسط جبا تكبابا ثالثنيا بندم علقس انديت سرقالو بلا علقس كالله زند يالو هي يمارال جن سي سرقاچو ينبراچو سوچ بر كالملسه وانجلو بطياقي سرن مسفرتو يجباچو يا ان با الله انا با انت زينا بتسرى با انت انا با الله است يالله انجل لو الله انت توبتال لي مراح تغبابا صلاه تبتون الله ما ريت لو الله لي مري يشلا يسو نبرت وسدك ونس اراتنيا شرط الله وندموچ يتغبابا ان شاء الله اراتنياو شرط مندنو حقاچو لتملس
ተግባባ ለምሳሌ ብር ካንድ ሰው ሰርቀ ወይ ቀምተ ወስደ ከሆነ ለዛ ሰው ይሄን ብር ወስደ ሰርቀ ያለው ወይ ወስጀባለው እንካ ብርህ አሊያ ደሞ ልከፍልሃል ይችላል አፉ በለኝ መስፈርቱ ይሄ ነው አራተኛው መስፈርት ይሄን ካላሟላን ወንጀሉ አይማር አላህ ያገባውን በሰው ወንጀል አላህ በበኒ አደም መሃል ያለ ወንጀል አያገባው በሱና በባሪው ያለው ነው አላህ የሚመለከተው ተግባባን አንተው ከሆነ ሄደ አፉ በለኝ አመቻለሁ ይቅርት አድርግልኝ ወንጀሉን ብትነግረው ያጣላኛል ካልክ ሸፍነ አፉ በለኝ ተግባባን ይህ አራተኛው ሸርጥ ነው صحى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث لمن قالوا لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه قالوا ان انتكو يسوچن حق يوم القيامه لتملسوات نو بجدال حتى قالوا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة الكرناء الله سبحانه وتعالى دنيا لي يتبدلوتن ملو فتح نبي ستو حتى قالوا نبي صلى الله عليه وسلم يهم قابي هون للشاة الجلحاء كان دي للات فييل وين بقال لشار كان دي اللات فييل كان دي للات وقتات كهونة الله سبحانه وتعالى كان دي للات يوم القيامة كان دي ستاتنا كان دي نبرات وقيات إلى ثلو وقاتش ያያችሁ ፍትህ ነው يوم القيامه እንከፍላታለን حق خير ስራ ከለለን ከሐሰናች يعني አሁን ተውባ ካላደረግን ከሐሰናችን ነው እንከፍለው وفي حديث ابن انيس ابن انيس بزغبوت حديث له يقول الله تعالى يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه من الى انا الملك نغسو اني ነኝ انا الديان لغاشو سچو اني ነኝ لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد عنده مظلمة حتى اللطمة الله سبحانه وتعالى من إلال أنين ينقصوا أي قبام لا ينبغي لأحد من أهل الجنة لا عندي جنة سوكو أي قبام أن يدخل الجنة جنة لقبا ولأحد عنده مظلمة يلي لا سو بدل السوزن لي حتى اللطمة قالوا نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى منال طفي انكوا بتو سو طفي تماته بتون يچن طفي ساتملس جنت استات غبا يسو حق نو هي قلصنا يا الله ادلم يسو بدله كونا عفو بلي بروس دكون لكفل على شالكم عفو بلي قال الكو يا وانجل يوم القيامه تطيق بتال كفل تبال الله متكفلو دمو بر يلهم يوم القيامه حسنا نو يالله كخير سرا يقرسك تسطال يقول سفيان الثوري تلكو قدمي تكسناچو عالم من يلالو الذنوب التي بين العبد وبين الله اسهل من الذنوب التي بين العبد وبين العباد با الله مكاكلنا بباريو مكاكل يالو وانجل اسهل نوالو غير نو قلال نو كمن انصار سينصصر بباروش محل كالو وانجل غا سينصصر تكبابان زينا بتسرى الله انا مسهوال ይሄ ወንጀል አለ ሰዎችን ብትበድል ይሄ ወንጀል አለ ሁለቱ ሲነጻጸር የቱኛው ይቀላላሉ አላህም ብታምሰው ይቀራል ምን ነው አላህም ብቻ አንተ ድብቅ ልትወብት ትችላለህ ያነኛውን ግን አትችልም ግልጽ ነው መስፈርቱ ኢንሻአላህ ነማዚጅ ግን አንድ ሰጣችኋለሁ አንድ ሞዴል አንድ ኤግዛምፕል ነማዚጁ ሚነ ታኢቢን ሰለፎች እንዴ አኺራ ላይ ከአላህ ፊት ቀርበው حساب اندمي يازو سلم ياكوت الدنيا لي حساب اورار دو نبر ود الله ميگنايت گلسنا عند تاريخ لنگراچو لما حضرته عباده بن الصامت رضي الله عنه الوفا عباده بن الصامت ميبالون تلكون صحابه رضي الله عنه موت عفاف لي اند درسه عباده اخرجوا فراش الى صحن الدار يتنياوبتن فراش ود አጥርግቢው አውጡልኝ አላቸው ቤት ላሉ ሰዎች فاخرجوا تشكموا وطتسوا ثم قال كذا من قال اجمعوا لي موالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي بلوا غربيتوچن بيت زمدين اني غامي غبوتن كني غا نككي ያላቸው سبسبولኝ قال يا غرون سو سبسبولت غبي وسط فقال بلوا من قال اني لا ارى يوم هذا اخر يوم ياتي علي من الدنيا ايتش قنين اياتالو كالدنيا متمطالين يمرشوا قن اندهونج لموت ننيالج وليله هذه اول ليله من الاخره
እቺ ደሞ አሁን ማገኛት ለሊት የምትመሸው ለሊት ያኺራ የመጀመሪያ ለሊት ናት በየገምታለሁ የተግባባን ወኢኒ አለ እኔ ላ አድሪ ለአለሁ ፈረጠ ምኒ ኢለይኩም ሸይኡን ቢየዲ አው ቢሊሳኒ ምናልባት ሳላቀው በጄ ወይ በመላሴ ጎድቻችሁ ሊሆን ይችላል በድያችሁ ዘልሚያችሁ ሊሆን ይችላል ብር ወስጀባችሁ ወይ አምጫችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ሰድቢያችሁ አስአልኩም አን ተቅተሱ ምኒ قبل ان تخرج روحي አለች روحي ከመውጣቷ በፊት አሁን ምትወስዱትን ውሳኔ ወሰዱብኝ ወይ ያፉ በሉኝ ወይ ምታደርጉኝን አድርጉኝ فضجوا وبكوا وقالوا بل كنت والدا يالو مالقس جمر حزبو يتسبسبو دغنتاچو تلقنتاچون ياقسل نبر منالو فبكوا جميعا وضجوا وقالوا بل كنت والدا انديت عينت عبات كونو لاغر ينبركو انت وكنت مربيا سو تنكباكابي كون ينبرك انت وكنت مؤدبا سون مكاري غساچنو كون ينبركو ولم تكن قلت لخادم قد تصوا لسراتنيا مطفو قال تناغرهم ماتاك انتن دمو منو نو يقرن منلهابت كذا اسو مناله قال اتو اتجودوني بالدم بانباچو نو اندي متلغسوني وما يغني الدم الله زندكم باچو ايتكمنيم اغفرتم لي مراچوኛ ልገሩ سبحان الله فبكوا جميعا اندال لقسون اي نعم اوعفو بلنهال كنيا غا منن بيسراو يلم جن كالكن شعفو بلنهال كذا اسو ود السماي قنالنا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد جيت يا الله مسكر ونيه وادرشال سبحان الله يقول ثم قال اشهد ان لا اله الا الله ثم لقي الله الان شهادة درجنا كالله سبحانه وتعالى جاتجنين نا مؤمن دنيا لينو حسابا وراردو ميدو تكباب ونجل ذنبالن امتناليان كذاب الرسدنال يان سدبنال دنيا لي عفو تامت ايقال ايهن دنيا لي يهن قداي كالو السرنا اخرى لي كالله زنت تايقن كفنوال يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند سو الالو እዳውን ሳይከፍል ሲራጥን መሻገር የለም ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምንድነው የሚለው ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون እናንተም ከዛ በኋላ يوم القيامه ከአላህ ፊት ትከራከራላችሁ ሂሳብ ታወራርዳላችሁ ስለዚህ اخوه الايمان رد حقوق መመለስ የግድ واجب ነው ተግባባን ነማዝ ይልስታችሁ አንድ ታሪክ የአንድ ሰው ተውባ ታሪክ ይህ ሰው ማሊክ ኢብኑ ዲናር ይባላል ትልቅ ዓሊም ናቸው ይህ ዓሊም ማሊክ ኢብኑ ዲናር ከሰለፉ አኢማዎቹስ ከታቢዒኖቹስ ትልቅ ኢማም የነበሩ ናቸው ማሊክ ኢብኑ ዲናር ህይወታቸውን እንዴት እንደጀመሩ ሲናገሩ ምን ይላሉ ህይወቴን በስካር መስክርና የጠፋሁኝ የጀመርኩት ይላሉ ህይወቴ ህይወቴ በቃ መስከር መጠጣት መዝለል ነው አሉ። ማሊክ ኢብኑ ዲራን ማለት ትልቁ ኢማም ናቸው ከሰለፎች ውስጥ በጣም ትልቁ ዛሂድ ተብለው የሚታወቁ ኢማም ናቸው። ይህ ኢማም ምን ይላሉ ህይወቴ እየሰከርኩ ነው ጀመርኩት ይላል። አንዴ ከእለታት አንድ ቀን ሚስታግ ብቼ ልጅ መውለድን ተመኘው ፈለኩ ይላል። ከዛ በኋላ ምን አደረኩኝ ሚስታገባውና አላህ አንዲት ሴት ልጅ ሰጠኝ ይላል። فسميتها فاطمة فاطمة بي سموان سيمكوت فاطمة الكوت سموان كذا فاطمة يادقي ستمتا لبي ودا إيمان يكرب متا إلا تقبب ونجل مسرات يتو وجه متتاون متت بيتي جي مقبات جمر قال فاطمة انشيني لكو جاهر جين بر متتاو إلا جيني عني مونو يسك دال كذا فاطمة عندي كو جبي يالو خلتا متا يمولات من بر إلا متتاون متت متا بجوا قفتا دفا شبيني እኔ ያኔ አሃል ይህ የፋጢማ እጅ አይደለም አልኳል። የማን እጅ ነው? የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እጅ ነው። ተው ያለኝ ነው በሷ እኮ ብዬ ተረዳዋል። ከዛ ፋጢማ 3 አመት ሞላት ይላል። በጣም ምታጓጓ ህፃን ልጅ ነበረች ይላል ፋጢማ። 3 አመት ሲሞላት አንድ መጥፎ ክስተት ተከሰተ ይላል። فقد ماتت فاطمه ፋጢማ ሞዳት ልጅ ሞተችብኝ ይላል። አልቻልኩትም ትግስቴ የለኝም ነበርአሉ። ከነበርኩበት መጥፎ ባህር የበለጠሁኝ ተመለስኩ ይላል።
መጠጣት መስከር ጀመርኩ ይላል በንዴት ትግስት አልነበረኝ ከዛ አንድ ቀን ይላል ሸይጣን መጣና ምን አለኝ ለተስኩረነ ሊየውመ ሰክረተን ማ ሰክርተሃ ምን ቀብል አለኛ ዛሬ ሰክረው ማታቆን ስካር መስከር አለባ አለኛ እኔም በቃ ሻልኩት ሸይጣን ስጠጣ በጣም ስጠጣ በስካር መንፈስ ህልም አይኔ ለየተ መሽገርገር ጀመረ ያሉ ከላይ ወደታች ከዛ ወደኩና አንድ ለተውባ ብር የከፈተልኝ ህልም አየሁ ይላል ልክ ተኝቼ እያሉ ከአነል ቅያመተ ቀድ ቃመት ቅያማ የቆመ መሰለኝ አሉ አላህ በህልም ነው የሚያሳያቸው ፀሐይቱ ጠቁራለች ሰው ለአላህ ፊት ላይ ተሰብስቧል ባህሩ ይነዳል ወኢዘ ልቢሓሩ ፉጃት እዛ ሰው መሃል መሕሸር አላህ ፊት ላይ ቁመን ተጣሪ ከአላህ በኩል ተጣሪ ይጠራል አሉ ምን እያለ ይጠራል ያ ፉላን እብኑ ፉላን እከሌ የከሌ ልጅ ወይ ውጣ ለአላህ ለሒሳብ ለመተሳሰብ ብሎ ይጠራል ልክ ያ ሰውዬ እንዲህ ብሎ ሲጠራ የተገየር ወጅሁ አስወዳ ፊቱ ክስም ይላል በጽልመት ልክ ሰው ሲጠራ ቆየና የኔ ስም ተጠራል ማሊክ ብኑ ዲናር እኽሩጅ ሊልዓረድ ዓላላህ ከአላህ ፊት ለመቆም ውጣ ተባልኳል ያኔ ሰው እንዳለ አካባቢ ይጠፋኝ ይላሉ ህልማቸውን ታሪካቸው ላይ ሲጠቅሱ ከዛም ከፊት ለፊቴ ረጅም ትልቅ ዘንዶ ያባረ ይገባሉ እኔ ስሮጥ እሱ ሲከተለኝ አንድ ሽማግሌ መንገድ ላይ ያገኘ በእድሜ ገፋ ዱላ የተመረኮዘ ከዛ እኔ ምን አልኩት ያን ሽማግሌ አንኬዝኒ እባክህ አድነኝ ስለው ትክ ብሎ አየኝና እኔ ሽማግሌ ነኝ እንዴት ብዬ ነው ማድነ እስኪ ትድን ከሆነ በዛ አካባቢ ሩጥ አለኛል መሮጥ ጀመርኩ ያባብ ይከተለኛል ከኋላ ሲከተለኝ ስደርስ ሰዓት ነው ከፊት ለፊቴ قلت أفر من الثعبان لألقيها في النار كأباب أملج ساعات استراسي لتر أيهون ما نكون أزوري روت قال سروت يانش ما قل لي زوري أغني وتي لالو هل ما تشولين سبحان الله كذا أن سومت إتش أنشدك الله أنكذني بالله يهون بعدنا يسلو الجزن يرد يسلو عب عليك أسله نيتاي إن من علي نديت بيجي لادنا لجي نيدك كم من دم تاي سكت دين كونه ورزات رارا روت علينا ورزات رارا مروت جمر كلام سروت ከተራራው ላይ ህፃናት ተሰብስቧል ከዛ ህፃናቶች ምብር ይጣራሉ ያ ፋጢማ አንቂዲ አባኪ ይላሉ ፋጢማ ወይ አባትሽን እባብ ሊበላው ነው አድኝ ይሏታል ይህን ሲጣሩ እኔ ልጄ ልካ በሶስት ዓመቱ የሞተችብኝ ልጅ አለኝ ልታድኔ ነው የደስ እያለኝ ወደ ተራራው ሮጣለሁ ልክ ተራራው ላይ ሲደርስ እኔም በቀኝ እጇ ይዛ እባቡ እንዲያርጋጣለችው ፋጢማ ይላሉ ከዛ ዱንያ ላይ አደርጋት እንደነበር ጉልበቴ ላይ አስቀመጥኳትና ታወራ ይጀምር ያ አባቴ አባቴ እንዴት ነህ አለች ከዛ ልጄ ወይ እስኪ ንገረኝ ይሄ ወይ ቆየንና ያ አባ የሚያሯሩጠኝ ምንድነው አልኳት አሉ አንተ አባቴ ይህ እኮ ዱንያ ላይ ስትሰራው የነበረው ወንጀል ነው እያከታተለ ሊበል አንተን ያወፈርከው እንዲያደርገ ይህ ወንጀል ነው እሺ ያነሳ ሽማግሌ ሰውዬ ምንድነው ذاك عملك الصالح ያማ خير ስራህ ነው ግን ደካማ ነው ሊያድንህ አልቻለም አንተ አደከምከው እንዲያደርገ ከዛ በኋላ አንድ ቁርአን ቀራችልኝ አለ ምንም ይል አለም ያኒ للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ለእነዛ ምእመናን ልባቸው ለአላህ ግሳጼ የሚፈራበት ጊዜ አልደረሰም ወይ የሚለውን አያት አንበበችልኝ ይላል ልክ እኔም ከእንቅልፌ እየጮኩ ተነሳው ይላል نعم انا الوقت يا رب او ጊዜው ደርሷል ጌታ ይያልኩ ያለቀስኩ ተነሳው ተነሳውና ሻወሩ ስጄ ታጠብኩ ዷርኩና ወደ መስጊድ መሄድ ጀመርኩ ይላል መስጊድ ገብቼ ሱብሂ ስሰግድ ኢማሙ የመስጂዱ ኢማም ራሱ እቺን ምዕራፍ እየቀራት ነበር አለም ያኒ ለልዲነ አመኑ አን ተክሻ ቁሉብሁም ለዚክሪ ወቱብቱ ኢላላህ ወደ አላህ አልቅሼ ተመለስኩ ይላል ለዛኑ ከዛ በኋላ ትልቅ ኢማም ሆነው ትልቅ ህዝቡን ሰብስበው የሚያስተምሩ ኢማም ታላቅ ዓሊም ሆነው ወጡ نه مسجد بر لحزب كوتا بوالا يقومنا يا عبد العاصي توب إلى الله إلو نبر كل ما تامات أنت الله نعم مسك باريوي ودقيتا تملس يالو ميالكسو إمام نبرو مالك بن دينار عندي بتأمم ميقرماتشو يه إمام تلك عالم كونو بوالا بيتا چو وست عندك ذكري يا درقو يالا عند ليبالي سرك قبا بيتا چو ሌባ ሲገባ አሳቸው በጥግ ነበሩና ያስተውሉታል ምን እንደሚሰርቅ ያ ሌባ ሲፈልግ የሚሰርቀው አጣ ቤታቸው ምንም የለም መረረውና ተቆጥቶ ሊወጣ ሲል የምትሰርቀው አጣ ነው እንዴ አሉት አዎ ቤት የለውም አለሱ ነው ወደፋር
ናንግዳም ይሰረቅ ልስታሉትና የውዱአ ዱአ አድርገው ሰጡት። እስኪ ዱአ መጀመሪያ ውዱአ አድርገው መጀመሪያ ውዱአ አድርገ ረካተን ሰገደ። እጁን ያዙትና መስጂድ ይዘው ተዱ። አብራቸው እሳቸው ተከትለው ሰገደና ሲያበቃ እሳቸው ሊወንበር ላይ ቁጭ ብለው ህዝቡ ማስተማር ሲጀምሩ እሱን አምጥተው ጎናቸው ቁጭ አረጉት። ህዝቡ የመስጂዱ ሰው ተገርሟል። ከኢማሙ ማሊክ ኢብኑ ዲናር ጥግ ተቀመጠው ምን አይነት ዓሊም ነው? ይህት ሀገር የመጣ እንግዳ ነው ብሎ ህዝቡ በትኩረት እንዲያስተዋውቋቸው ፈልጎ ያ ኢማም ምን ዳከ ረጁል ይህ ሰው ማን ነው አሏቸው። አስተዋውቀን እንጂ ቃል አማ ሀዛ ጃአ ሊየስሪቀና ፈሰሪቅናሁ። እቺማ ማታ ልሰርቀን መጣ እኛ ሰርቀናት ነው አሉ። ማሊክ ኢብኑ ዲናር እንደ አይነት ትልቅ ኢማም ተውባ ሽሩጡን አሟልተ እንዲህ ነው መሆን ደግ ሰው። ከዛ በኋላ ያ ወንጀል ትት አዲስ ፍጡር አዲስ ሰው እሺ ተውበት እንዳንተውበት የሚያግደው እንደ